طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو سريع للسمري بتاع شابتر 4. اتكلمنا في شابتر 4 عن الكيسنج بروبرتيز، فبدأنا في البداية إن احنا بنتكلم عن الفانكشنز بتاعة الكيسنج، قلنا إيه أهمية الكيسنج واستخداماتها. كمان اتكلمنا بعد كده عن أنواع الكيسنج المختلفة، مرورا بالكوندكتور والستوف، بعد كده وصلنا للسيرفس، بعد كده الانترميديت والبرودكشن، واتكلمنا كمان عن اللاينر بروزن بالتفصيل. اتكلمنا بعد كده عن الكيسنج ستيل بروبرتيز، واتكلمنا عن جزء ليه علاقه بالميتالورجي شويه، مرينا عليه بشكل سريع كده، وبعد كده عدينا على الكيسنج سترينث بروبرتيز، اتكلمنا شويه عن الستريس سترين كيرف، واتكلمنا عن قدره الكيسنج على تحمل البريشرز اللي بتضغط عليه واختلافاته لما بيحصل عليه بريشرز باشكال مختلفه، اتكلمنا عن بعض القوانين في وجود الباي اكشيال لود وفي عدم وجوده، وكمان الكيسنج بتاعك هيحصل له كولابس في انهي ريجن، سواء في الالاستيك او البلاستيك او الالتيميت او ترانزيشن بين الالاستيك والبلاستيك، سوري مش الالتيميت، احنا كنا قايلين ان في ييلد. كمان اتكلمنا بعد كده عن السبيسيفيكيشن بتاعه الكيسنج من حيث التصنيع، وبعد كده مرينا على الكيسنج كونكتور او الثريدز اللي بين الكيسنج واتكلمنا عليها بشكل سريع، وركزنا على نقطه ان هي جزء مهم مش ممكن اهماله. يعني الشابتر بشكل عام هو يبان نظري شوية، ولكن أنا شايف إن هو فيه أجزاء مهمة، يعني مهم إنك تعرفها كمعرفة كمهندس في مجال الحفر، وبالتالي الشابتر مش هو النظري البحت، ولكنه الكلام اللي فيه فعلا معلومات مهمة محتاج إنك تكون عارفها بشكل ما. أتمنى نكون شرحنا بشكل كويس، وأتمنى يكون الجزء اتغطى بشكل كويس، و شكرا لتركيزكم.